معانا عبر الهاتف الأستاذ أحمد سعد الدين الناقد الفني. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك وأقدم لك العزاء. طبعا طبعا البقاء لله في فقيد الفن العربي الأستاذ وحيد حامد الله يرحمه. بالتأكيد أنا طبعا يعني مش عارفة الحقيقة، هو كان خبر حزين جدا اليوم، لكن يمكن إحنا حابين إن إحنا نسلط الضوء أكتر على هذه المسيرة اللي أنا كنت بتكلم عليها دلوقتي، هذه المسيرة من الإخلاص والعطاء، وده مش بشهادتي أنا ولكن بشهادة الجميع. هو طبعا وحيد حامد أكتر واحد عبر عن هموم الشارع المصري، عشان كده هنلاقي إنه دخل وجدان كل من رأى عمل بسيط لوحيد هيدخل وجدانه، عشان كده الناس كلها بتحبه. على مدار أكثر من 43 سنة كل أعمال وحيد حامد بتخاطب المواطن البسيط، كان دايما لما بيجي يكتب فيلم يقول أنا بكتب زي ما بكتب جواب لأمي، يعني عايز بساطة للناس البسطاء اللي تفهمه. على هذا الأساس هلاقي أعماله مع عاطف الطيب الله يرحمه كانت روعة، مع شريف عرفة، مع عادل إمام، مع سمير سيف، مع أحمد زكي، يعني أقدر أقول إن وحيد حامد الحقيقة عبر عن هموم أجيال بالنسبة لمصر. على هذا الأساس كل الناس بتحبه. يعني عايز أقول لك إن من أسبوعين ثلاثة كنا بنكرمه في مهرجان القاهرة السينمائي، كم الحب والود والدفء اللي كان موجود طبعاً في لقاء وحيد حامد. دايما لما حد كان بيطلع على المسرح كان الناس بتسقف، اما ساعه ما طلع وحيد حامد من غير اي اتفاق كل الناس قامت وقفت. شفنا طبعا كل ده. احنا يمكن انا كنت بتكلم منذ قليل يا استاذ احمد مع المخرج الكبير محمد فاضل في الجزئيه دي تحديدا، الجزئيه اللي هي الخاصه بانه احنا لما كنا بنسمع كلام الفنانين كنا بنسمع كلام من القلب جدا، يعني كنا بنسمع كل حد كان بيحكي مواقف، كل حد كان لدرجة أنه كان في ناس مش قادرة تعبر عن مدى حبها ومدى سعادتها بتكريمه وبوجودهم معاه حتى في الندوة الفنية اللي كانت بعد التكريم. والله يعني احنا في الندوة كان كل الموجودين وكأنها رسالة حب لوحيد حامد. وحيد حامد كمان من الحاجات الجميلة هو كلماته في أفلامه الناس بتحبها، بتاخدها زي مثلا فيلم الصوره اضحك الصوره بتطلع حلوه، لما كان بيقول جمله مهمه جدا على لسان احمد زكي، كلمه بحبك طبعا عهد، يعني مش حاجه عاديه. الناس بتاخد هذا الكلام لان هو فعلا كلام بيمس الوجدان فبيحبوه، يعني ببراءه اقدر اقول الحب البريء ما بين الناس وما بين وحيد حامد لا يقدر بثمن. كل الناس النهارده اللي موجوده في الجنازه او اللي هتروح العزاء او اللي تعرف وحيد حامد، يمكن وحيد حامد ما يعرفهاش كلها، لكن كل الناس حاسه ان هي ليها جزء عند وحيد، لان وحيد جزء من الوجدان المصري. انا كان في الحقيقه بجمله كان بيقولها وقت التكريم، هو ذكر مجموعه من الاسماء اللي اشتغل معاهم، وحتى قال ان هو كان سعيد جدا انه مر بهذه الاجيال. واحنا بنتامل هذه الاسماء بنجد انه بدايه من يعني مش عارفه أقول, اقول 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 ايه او اقول اي فنانه، مش عايزه اقول اسم عشان ما اكونش ناسيه كل الناس، لكن من البدايه وحتى وفاته بنجد انه اشتغل مع كل نجوم هذه الاجيال. يعني 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 التعاقب، مساله تعاقب الاجيال دي شهدها بدرجه كبيره جدا. وحتى انه اتفضل حضرتك. عارفه ليه؟ لسبب بسيط، وحيد حامد دايما كان عنده رؤيه مستقبليه. الرؤية المستقبلية كانت تصلح لزمن الثمانينات مثلا والتسعينات والألفينات وتصلح لبعد 20-30 سنة. هلاقي إن هو اشتغل مع عادل إمام، وعادل إمام لسه في البداية. صحيح. بداية النجومية. هلاقي إن هو غير كمان في نجومية أحمد زكي، نور الشريف، المجموعة كلها اللي اشتغل معاه محمود عبد العزيز وهكذا. أفلام وحيد حامد وأعمال وحيد حامد اللي هي مهما مر عليها سنوات بتفضل صالحة لإن احنا نقول بتنفع للزمن الحالي. فهو الأجيال كلها كانت بتتكالب إن هي تشتغل معاه لأن هو عنده رؤية. فالرؤية دي مش سهل إنك تلاقيها. النهارده بفقد وحيد حامد أقدر أقول إن في ضلع أساسي من عمود من أعمدة الفن المصري غاب عننا. طبعًا هو لا يغيب
عننا لانه بيغيب بجسده فقط، ولكن فنه يفضل موجود. لكن كنا نتمنى ان وحيد حامد يفضل معانا ويسرينا بالاعمال الفنيه الجميله، سواء في السينما، سواء في التلفزيون، سواء في الاذاعه. وحيد حامد اعماله كتير جدا وفي كل المجالات، ومع ذلك كل اعماله تمس رجل الشارع المصري، ما اشتغلش للنخبه بس. صحيح. هو اشتغل للناس البسطاء، عشان كده حب الناس البسطاء لوحيد حامد لا يقدر. القضايا اللي كان بيعبر عنها في كل اعماله واللي احنا تابعناها من واحنا صغيرين، يعني بهذه المساله الحقيقه بسمه رئيسيه فيه كمان، لانه هو كان لا يخشى احد كما ذكرنا منذ قليل، لا يخشى بحب الوقت. صحيح، لا يخشى بارهاب ولا يخشى سلطه ولا يخشى اي شيء. هو كان حقيقي رغم انه واجه بعض الازمات وواجه الكثير من الانتقادات من البعض، الا انه كان مستمر في هذا الموقف. طالما هو صاحب رؤيه وصاحب قضيه وبيدافع عن قضايا وطن، هو لا يخشى في الحق لومه لائم، وهيفضل في رؤيته وفي طريقه والدفاع عن قضيته للنهايه. وده لو كان بيعمله واحد كان بيكتب اللي هو مؤمن بيه واللي شايفه صح، مهما كانت المعارك مش مشكله، المهم انه انت مؤمن بقضيتك. هو ده اللي كان بقى. نعم، انا بشكر حضرتك استاذ احمد سعد الدين الناقد الفني، شكرا جزيلا لحضرتك.